طيب حبايبي، الله يرضى عنكم يا رب. تعالوا كده نشوفوا مع بعضنا أسئلة الوحدة التاسعة على زمن الماضي البسيط والماضي التام والمجهود بين في كتاب المعاصر بين 115 يعني 115 نمبر 1 a week ago. يا ريت تحط لي خط تحت a week ago دي. a week ago ديت يعني منذ أسبوع، يعني زمن الجملة هيبقى ماضي بسيط صح؟ الماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل، وفي المجهول من وز أول التصريف الثالث. طب يبقى كده هنشوف المعنى، لأن يعني احنا عندنا كده اتنين ينفعوا سي ودي. طب بص، بيقول اي سبيس ان ابل تري، يعني شجر التفاح، ان ماي جاردن، يعني في الحديقة. يعني عايزين نقول انا زرعت شجر التفاح في الحديقة. زرعت يعني في الماضي، يبقى بلانتد اللي رقم سي. تو a week ago an apple tree، منذ اسبوع خلي بالك شجر التفاح. اه شجر التفاح بقى هتزرع ولا تزرع؟ لا تزرع. يبقى اذا المبنيه للمجهول، يبقى ندور على was او were تصريف تلات الفعل. عندك رقم دي ايه؟ was planted in my garden، يعني في الحديقه. نمبر 3 زي سبيس زير انيمالز يستر داي. بص كلمه يستر داي تحط تحتها خط، ده اللي على الماضي البسيط. بس يا ترى الماضي البسيط ده يعني كده منفي، يعني انا عايز اقول هم لم يطعموا الحيوانات بالامس. نفي الماضي البسيط في هيبقى didn't زائد الايه؟ didn't زائد المصدر. فين دي؟ رقم ايه عندك انت؟ طب بص في نمبر 4 بقى زير انيمالز، يبقى معنى كده بدأ بالمجهول، يبقى الحيوانات بتاعتهم لم تطعم. طب الماضي البسيط في المجهول was او were وتصريف الثالث الفعل، بس طبعا دي منفيه، وبالتالي هناخد رقم بي weren't fed، يعني لم تطعم yesterday بالامس. نمبر 5 سبيس ذات فيلم ان ذا سينما، يعني عايز نقول هل شاهدت هذا الفيلم في السينما؟ يبقى ناخد ايه؟ هل شاهدت في الماضي؟ يبقى نقول did you watch، لان لما بنسال على الماضي البسيط بنجيب did الفاعل زائد المصدر. طيب يا جماعه نمبر 6 at the cinema، يعني انا عايز اقول هل الفيلم شوهد، هل الفيلم شوهد في السينما؟ يبقى يعني مبنيه للمجهول، يبقى ناخد رقم دي was the film watched، تمام، at the cinema. نمبر 7 who space the door، يعني عايز نقول ايه يا جماعه؟ عايز نقول من الذي فتح الباب؟ من دي بتيجي ايه دايما يا جماعه بعدها الفعل على طول عشان خاطر تبقى فاعل، يبقى هنقول هو اوبند ذا دور، هو اوبند ذا دور اللي رقم سي. طب عايز نبني المجهول في رقم 8، هنقول عن طريق من فتح الباب، الماضي البسيط في المجهول يعني مفعول او مفعول وص اول صفه تلات الفعل، بس هنا على هيئه سؤال، يعني هحط وص او وير وبعدين مفعول وبعدين صفه تلات الفعل، يبقى هناخد رقم ايه؟ هو ووز ذا دور اوبند باي اللي رقم ايه. نمبر 9 احمد ريد ان انترستنج ستوري، احمد قرأ يعني في الماضي، ان انترستنج ستوري يعني قصه شيقه. انا عايز كلمه دل على الماضي، ده احنا عندنا اثنين هنا دالين على الماضي، عندنا كلمه اجو وعندنا كلمه ذا اذر داي، بس كلمه اجو فيها شرط. ايه شرطها؟ لازم يجي بعدها مده، جاب ليها قصد مده، يعني مثلا نقول 3 ويكس اجو 2 دايز اجو، لازم يجي قبلها مده. طب هنا في؟ لا ما فيش، في كلمه ذا اذر داي تنفع يا رقم دي. نمبر 10 الوري هيت ا موتور بايك، يا ريت تحط الخط تحت كلمه هيت دي. هيت ده يا جماعه ماضي ولا مضارع؟ لا ماضي، ايه اللي عرفنا انه ماضي؟ يا جماعه لو قصد بيه مضارع ما كانش يا جماعه كان حط الفعل اس، لكن الفعل ما فيش اس، يبقى انا هنقول ايه يا جماعه؟ هنقول كلمه داله على الماضي. طبعا في الكلمه الوحيده اللي هنا تنفع كلمه يستر داي، يا في كلمه اجو، بس انا لسه جاي من شويه صغيرين ان كلمه اجو لازم يجي قبلها مده، يعني مثلا نقول تو دايز اجو مده محدده اجو. نمبر 11 حسن سبيس ات سكول يستر داي، طيب يستر داي دل على الماضي صح؟ طب انا عايز نقول ايه بالعربي؟ عايز نقول حسن لم يكن في المدرسه بالامس. احنا اتفقنا في نفي الماضي البسيط بنجيب ايه يا جماعه؟ بنجيب الفاعل didn't زائد المصدر، او نجيب الفاعل wasn't او weren't زائد اسم او صفه، وبالتالي هناخد رقم سي اللي هي wasn't at school yesterday. 12 space at school yesterday، يعني انا عايز اقول هل حسن كان في المدرسه بالامس؟ طبعا يا جماعه معروف ان نجيب did الفاعل زائد المصدر، او نجيب was او were الفاعل اسم او صفه. فهنا يا جماعه مفيش طبعا مش هتبقى فاعل، تقول يعني غير ان هل كان حسن، يبقى هنا هنقول was حسن at school yesterday. نمبر 13 where is space yesterday، يعني اين كان حسن بالامس؟ اين كان، يبقى نقول where was حسن yesterday. 14 I space lunch at home yesterday، انا عايز نقول لم اتناول الغداء في البيت بالامس، لم اتناول، يبقى انا عارف الماضي البسيط النفي بتاعه didn't زائد المصدر، وبالتالي هناخد رقم دي didn't have. 15 space lunch at home yesterday، يعني انا عايز نقول هل انت تناولت الغداء
في البيت بالأمس، يبقى هنقول إيه يا جماعة؟ Did you have؟ ليه رقم دي. 16 if we space by the sea I would we would go swimming every day. يعني بنقول ايه يا جماعه؟ لو عشنا بجوار البحر كنا هنذهب للسباحه كل يوم. طبعا if يا جماعه في الحاله الثانيه بنجيب بعد الجواب الشرط او فعل الشرط يبقى ماضي بسيط، جواب الشرط يبقى would زائد المصدر. يا ريت تحط لي خط تحت الابوستروف دي ديت والجو دي. طبعا يا جماعه هنا ايه ده كده يا استاذ؟ ده يبقى وود دي الابوستروف اس دي اختصار لود. ايه اللي خلاني قلت كده؟ ان بعدها الفعل في المصدر. يبقى هنا هناخد ماضي بسيط، الماضي بسيط اللي هو الصرف الثاني اللي هو ليفد رقم ب. 17 when I was student، عندما كنت طالب. هنا يا جماعه هنسرد احداث، وين فاعل was او وير او وين والفاعل ماضي بسيط هنسرد احداث. سبيس اب ايرلي، يعني عايز نقول ايه يا اولاد؟ كنت متعود على الاستيقاظ مبكرا، كنت في الماضي. يبقى رقم دي لا was used to fitting. وما تنسوش يا حبايبي ان was او were used to verb plus ing، تمام؟ كان متعود على فعل شيء في الماضي ومش متعود عليه دلوقتي. 18 to go to for a walk every week، يعني بنقول له هل اعتدت ان تذهب للتمشيه كل اسبوع؟ طبعا يا جماعه لما بنقول اعتاد على شيء في الماضي بنجيب used to اللي هو اعتاد على عمل شيء في الماضي ولم يعد يفعله الان. طب لما نيجي نسال على used to بنجيب did الفاعل used to وبالتالي ناخد رقم C. 19 at this at his first school، يعني في مدرسته الاولى. his base to spending the break reading in the library. طيب لو انت خليت بالك من الفاعل spending اللي هتحطه تحت خط في ing، طب انا عشان خاطر نحط لفعل بعد used to اللي هي مستخدمه ديت الفعل في ing، used to لوحدها كده بيجي بعدها الفعل في المصدر. امتى يوز تو يجي بعدها الفعل في ان جي؟ لما يسبقها حاجه من فيرب تو بي او الفعل جيت او الفعل بيقام او الفعل جرو. يبقى احنا دلوقتي ما ينفعش عندنا الا اخر واحده اللي هي دي، لان سياق الجمله ماضي حتى رقم بي وسي مضارع. توني هيز بيز هابت اوف درينكينج، يعني كان لديه عاده لهذا هابت اوف درينكينج ميلك بيفور جوينج تو بيد. طبعا امتلك عاده في الماضي، يبقى نقول هاد ذا هابت اوف drinking milk before going to a to bed. 21 I got، طالما في قبل used to get او become لسه قايلينها او grow في ing يبقى هيجي بعدها ايه؟ to الverb plus ing، بالتالي ناخد رقم C. يبقى to living in the hot weather، يعني في الطقس الحار in upper Egypt، يعني في صعيد مصر. 22 عمر space passed some tests before he joined the team. يا ريت حضرتك تحط لي خط تحت كلمة before. طبعا يا ولاد معروف ان before دي من الروابط اللي بتربط ما بين الماضي التام والماضي البسيط. اللي بيجي بعدها ماضي بسيط واللي قبلها ماضي تام. يبقى اذا ماضي تام يعني هادو تصرف التالت الفعل. يبقى ناخد رقم بي والجملة معناها ان عمر اجتاز بعض الاختبارات قبل ما ينضم للفريق. 23 had you really، يعني هل انت حقا language course before، لسه كان شرحنا مش هظهر هنا. before هيبقى بعدها ماضي بسيط، before you worked there وقبلها ماضي تام. ماضي تام يعني هذا صفات الفعل، وبالتالي ناخد رقم C taken، يعني هل اخذت فتره دراسيه في اللغات قبل ما تعمل هناك. 24 the injured man، يعني الرجل المجروح. to hospital before he had an operation، يعني قبل ما يعمل عمليه جراحيه. طب احنا لسه قايلين يا جماعه ان before يجي بعديها ماضي بسيط والثاني يبقى ماضي تام. ماضي تام يعني هذا صفات الفعل، بس هنا الرجل المجروح يأخذ إلى المستشفى ولا أخذ إلى المستشفى؟ لا أخذ، يعني معنى كده ماضي تام في المجهول يعني had been وتسربتك الفعل، وبالتالي الإجابة برقم D had been taken. 25 what is based to the car before it was brought here، يعني ماذا حدث للسيارة قبل ما تحضر هنا؟ ماذا حدث؟ يبقى ماضي تام. ماضي تام يعني had وتسربتك الفعل اللي رقم A had happened. 26 when the plane space off I hadn't arrived at the airport it was too late. when the plane يعني عندما الطائرة أقلعت، ما كنتش وصلت في المطار. بص يا جماعة I was too late يعني كنت متأخر، يعني معنى كده إن وصولي كان متأخر على إقلاع الطائرة. إذن يا جماعة إقلاع الطائرة ده حصل الأول، طالما حصل الأول هيبقى ماضي بسيط. ماضي بسيط يبقى رقم B اللي هو took off. 27 by 11 this morning، طبعا احنا عارفين ان باي زاد مده في الماضي بتدل على الماضي التام، يعني هاد وتصرف التالت الفعل، وبالتالي نقول the train had reached اللي رقم دي the station المحطه.
28 I spaced my cousin since I left Cairo 2 years earlier. He changed a lot. يا جماعة بنقول إيه؟ بنقول أنا لم أرى ابن عمي تمام منذ أن غادرت القاهرة من سنتين ماضيتين، إنه قد تغير كثيرا. وطبعا يا جماعة هنا في فعل أقدم من فعل، فالماضي التام اللي هو هاد انتسين اللي رقم سي أقدم من لفت اللي غادرة، فيبقى فعل أقدم من فعل، يبقى ماضي تام أقدم حدوثا من الماضي البسيط. 29 I didn't go to the office، يعني لم أذهب إلى المكتب. Because my car down midways، لأن عربيتي اتعطلت في منتصف الطريق. طيب احنا قلنا ماضي بسيط because، ماضي تام لما يبقى الماضي التام أقدم حدوثا من الماضي البسيط، وبالتالي هناخد رقم A اللي had broken. Number 13 my car had broken down midways، يعني عربيتي تعطلت في منتصف الطريق. So I spaced to the office. يبقى ناخد رقم B didn't go at the office، يعني لم أذهب إلى المكتب. 31 although he spaced علي at school he refused to talk to him. يعني هنقول على الرغم من أنه رأى عليا في المدرسة رفض أن يتحدث إليه، يبقى هنقول رقم B اللي had seen. 32 the moment في اللحظة I had eaten a sandwich. طبعا the moment يعني في اللحظة التي تناولت فيها الساندويتش. I spilled some water، يبقى هنقول I drank some water، لأن في ماضي تام أقدم حدوثا من الماضي البسيط. 33 I drank some water، يعني أنا شربت بعض الماء. As soon as، طبعا as soon as بيجي بعدها ماضي تام. I had eaten a sandwich اللي رقم دي، لأن ماضي تام أقدم حدوثا من الماضي البسيط. 34 space eaten a sandwich I drank some juice. مين يا جماعة الرابط اللي في الإنجليزي الذي لا يليه فاعل ويليه التصريف الثالث للفاعل؟ طبعا كلمة having eaten a sandwich I drank some juice، يعني شربت بعض الايه العصير. 35 when I space a sandwich I drank some juice، يعني عندما تناولت الساندويتش أقدم حدوثا شربت العصير بعد منه. الفعل الأقدم حدوثا بيبقى ماضي تام، الماضي التام يعني هذا التصرف بتاعت الفعل، وبالتالي رقم C. 36 I had eaten a sandwich، يعني تناولت الساندويتش. After that وبعد ذلك I drank some juice، يعني شربت بعض العصير. طبعا زي ما انتم عارفين يا جماعة ان after that ديت بيجي بعدها ايه؟ ماضي بسيط. After that بيجي اللي بعديها ماضي بسيط خلاص، والتاني اللي قبلها الماضي تام. تعالوا يا جماعه نشوف اللي بعد كده. 37 I had eaten a sandwich، يعني انا اكلت ساندويتش. Before I drank some juice، لان معروف ان before اللي بيجي بعدها بيبقى الماضي البسيط. طيب 38 before بقى لو ما جاش بعدها فاعل بيجي بعدها الفعل فاين ايه؟ ing، والفعل التاني بيبقى ماضي تام. يبقى اذا رقم 38 هناخد رقم ايه؟ Before drinking some juice I had eaten a sandwich. طيب يا جماعه I drank some juice. Before that I had eaten a sandwich. ليه يا جماعة before that؟ بص كده، لأن before that اللي بيجي بعدها ماضي تام، اللي يجي بعدها ماضي تام والتاني يبقى ماضي بسيط. Number 40 I spaced in juice until I had eaten a sandwich. طبعا كلكم عارفين ان تلو until غالبا يعني او تلو until بتيجي بين جملتين، وغالبا ما يسبقها ماضي بسيط منفي وما يليها ماضي تام. يبقى نقول I didn't drink any juice until I had eaten a sandwich. 41 I know that space yesterday. I know what happened، لأن كلمة yesterday ده اللي على الماضي البسيط، والماضي البسيط يعني تصرف التالي للفعل رقم B. 42 she is based to the USA before last year، يعني لم يسبق لها أن ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل العام الماضي. فهنا يا جماعة كلمة before ما هو كلمة دل على ايه يا شباب؟ دل ان احنا عارفين ان بيفور وباي لما يجي بعدهم مده في الماضي بيبقى كلمات دل على الماضي التام، وبالتالي بناخد هاد وصرف تات الفعل، يبقى هادنت بين اللي رقم بي. 43 the house is based a week ago. طب كلمه a week ago دل على الماضي البسيط. طيب انا هنقول المنزل نظف ولا لم ينظف؟ لا لم ينظف، يعني او نظف، سوري المنزل نظف، يعني معنى كده انه ماضي بسيط في المجهول صح. الماضي البسيط في المجهول يعني was او were تصرف الثالث. يبقى اذا الرقم C اللي هو was clean so we don't need to do it now، يعني لم نكن مضطرين ان نفعل ذلك الان.
طيب تعالوا نشوف مزيد من التمرينات يا جماعه في بيج 127 صفحه 127 نمبر 1. ديد يو طبعا معروف يا جماعه في الماضي البسيط بنجيب ديد الفاعل زائد المصدر. ديد الفاعل زائد المصدر يبقى ديد يو فاين a secretary for your office يعني سكرتيره لمكتبك. نمبر 2 هنا هيبقى لي المجهول يعني هل سكرتيره وجدت لمكتبك؟ يبقى ووز اللي رقم سي اهي لان المجهول بنجيب ووز او وير الفاعل سكرتيره الفاعل في حاله السؤال يعني. Was a secretary found for your office. Number three, my uncle didn't remember. يعني عمي لم يتذكر. The promise, الوعد. His base made. طيب يا جماعة الوعد اللي عمله عمي أقدم حدوثا من تذكره صح؟ يبقى اللي أقدم حدوثا هيبقى ماضي تام. اللي هو الوعد يعني. يبقى الماضي التام ده بيتكون من إيه؟ من هذه الصفتات الفعل. إذا هناخد رقم ب. طيب عايز ابني لك المجهول عشان اعودك على المجهول اكتر. بص كده بيقول my uncle didn't remember the promise that made by him. الذي ايه بقى يا جماعه؟ الذي عمل ولا عمل؟ يعني الوعد ده هيعمل ولا يعمل؟ لا يعمل يعني الماضي التام في المجهول. يعني هاد بينه صرف تاك الفعل صح؟ عندك بقى رقم سي هاد بينه. نمبر 5 I space into a good family from south of Egypt in 1970 6 حط لي خط تحت 1926 دي. احنا قلنا ان زائد مده في الماضي بتدل على الماضي البسيط. والماضي البسيط اللي هنا يا جماعه معلوم ولا مجهول؟ لا مجهول. انا مش بقول انا ولدت ولكني ولدت لاسره جيده يبقى ناخد رقم بي اللي هو ووز بور. نمبر 6 اي didnt answer any question يعني لم ارد على اي اسئله. اي هاد ريد ات كارفولي حتى قراتها جيدا. يبقى انا هنقول يا جماعه هنا ايه؟ ماضي بسيط منفي تل انتل ماضي تام مثبت. يبقى انا هنا didn't answer ده ماضي بسيط منفي وبعدين until I had read كده يبقى ايه ماضي تام. نمبر 7 when مريم was young يعني عندما مريم كانت صغيره يبقى انا بنصرة احداث. She used to live in London اعتادت ان تعيش في لندن لان بنقول يا جماعه ان used to امتى يجي بعد الفعل في المصدر؟ لما تعبر عن عاده في الماضي لم يعد صاحبها يفعلها الان. نمبر 8 space she was little girl she wanted to be an actress يعني هنا يا ولاد انا لو ما لقيت she حطيت يا ريت تحط لي خط تحت was في الجمله الاولانيه wanted في الجمله الثانيه. لما بيبقى الافعال كلها ماضي بسيط تفتكر سرد الاحداث وده دايما بيجي مع مين؟ مع when. اهي رقم سي when she was a little girl عندما كانت فتاه صغيره هي ارادت ان تكون ممثله. نمبر 9 he had space left the house when it began to rain. he had space left the house وين. بص يا جماعه مين يا جماعه اللي بتيجي بين هاد وتصريف التالت الفعل والرابط اللي في النص بيبقى وين؟ طبعا دي الكلام ده بينطبق على كلمه هاردلي او سكارسلي او بيرلي. عندك منهم مين؟ هاردلي رقم سي ومعنى الجمله لم يكد يترك المنزل عندما بدات تمطر. 10 وي ونت تو بيد يعني ذهبنا الى الفراش وي هاد فينيشد اور جوبز يعني بعد ما انهينا مهامنا يبقى بعد ان افطر رقم سي. 11 the secretary space finished the report before the manager arrived. يعني عايز نقول السكرتيره بالفعل انهت التقرير قبل وصول المدير. يعني معنى كده ان ماضي تام اقدم حدوثا من الماضي البسيط. انهت التقرير ماضي تام يعني هاد بلس بي بي صح؟ وبالتالي هناخد رقم ايه اللي هاد اوريدي. نمبر 12 before he space the medicine he had eaten a sandwich يعني قبل ما ياخذ الدواء أكل ساندويتش صح؟ يبقى ماضي بسيط اللي هو أخذ الدواء والماضي التام اللي هو أكل الساندويتش لأن احنا قلنا ماضي تام أقدم حدوثا من الماضي البسيط. المهم أخذ الدواء دي الحدث الثاني حدوثا يعني ماضي بسيط يعني تك لي رقم بي. نمبر 13 before space the medicine he had eaten a sandwich before لو ما جاش بعدها فاعل بيجي بعدها الفعل في ان جي وبالتالي هناخد رقم سي اللي هي taking. نمبر 14 I didn't phone my friend يعني لم اتصل بصديقي until I space his email ماضي بسيط منفي يعني didn't زائد المصدر until ماضي تام مثبت يعني had plus bb يبقى ناخد رقم سي اللي had received. نمبر 15 by the time the doctor space the patient had already died طبعا معروف يا جماعه ان by the time بيجي بعدها ماضي بسيط. ماضي بسيط يعني التصريف الثاني للفعل في المعلوم يبقى اذا هناخد رقم دي اللي هي قريب تعال نشرحها لك. بنقول يا جماعه بحلول الوقت عندما الطبيب يعني وصل المريض بالفعل قد مات. المريض بالفعل قد مات.
يبقى هنا في حدث أقدم من حدث، اللي هو المريض قد مات أقدم حدوثا من الماضي البسيط اللي هو arrived. يبقى هنا هناخد ايه؟ arrived اللي هو 15. 16 the bus space when I arrived at the station I didn't catch it. انا عايز اخلي بالك، ركز معايا كويس، بنقول ان الاتوبيس قد غادر، قد غادر عندما وصلت في المحطة لم ألحق به. معنى كده ان مغادرة الاتوبيس اقدم حدوثا من وصولي، يعني معنى كده هنخليها ماضي تام. ماضي تام يعني هذا الصرف بتاعت الفعل رقم دي. طيب شوف اللي بعديها بقى 17 the bus space when I arrived at the station so I didn't miss it. الفرق بين الجملتين اللي هي 16 و 17، الأولانية قال I didn't catch it والثانية قال I didn't miss it. I didn't miss it يعني لم يفوتني. يبقى إذا هنا في تزامن، يعني الاثنين حصلوا في وقت واحد، يعني هناخد ماضي بسيط اللي هي رقم A رقم B. يعني when the bus left when I arrived at the station معناها إن الأتوبيس غادر في وقت وصولي بالضبط فركبت الحمد لله. By the year 2004 my wife، يعني سنة 2004 زوجتي. طبعا احنا عارفين يا جماعة ان by زائد مدة في الماضي او before زائد مدة في الماضي كحروف جر بيجي بعديهم ايه؟ رافو ماضي تام، يعني هادو صرف تاك الفعل. يبقى had finished اللي رقم C her university studies، يعني زوجتي قد انهت دراستها الجامعية. 19 مستر محمد brought a car after his base how to drive، يعني مستر محمد اشترى عربية بعدما تعلم كيف يقود. طبعا يا جماعة معروف ان افتر بيجي بعدها ماضي تام، يعني هاد تصرف تات الفعل. يبقى ناخد رقم C اللي هو had learned. 20 مستر محمد bought a car after اذا لم يأتي بعدها فعل يأتي بعدها الverb plus ing، يبقى ناخد رقم A اللي هي learning how to drive. 21 with base أسوان many times before، يعني زرنا أسوان مرات عديدة. But last winter ولكن الشتاء الماضي we enjoyed ourselves، يعني أمتعنا أنفسنا more than ever يعني أكثر. يبقى يا جماعة خلي بال حضرتك، بص كده عندنا before صح، يعني اللي حصل قبلها ده هيبقى ماضي تام، يعني أقدم حدوثا من اللي بعديها. يبقى إذا هنقول had visited اللي هو الماضي تام بيكون من هذا الصرف تلات الإيه للفعل. 22 I had my lunch after that I spaced to bed، احنا اتفقنا من شويه ان افتر ذات بيجي بعدها ماضي بسيط اللي رقم بي وينت، يعني هنقول تناولت الغداء وبعد ذلك ذهبت الى الفرنش. 23000 of machines يعني الالاف من الالات produced يعني انتجت before the factory was closed، يعني قبل المصنع ما يغلق. طيب الالات يا جماعه تنتج ولا تنتج؟ لا تنتج. تنتج يعني كده ان الماضي التام في المجهول، الماضي التام في المجهول يبقى هاد بينو تصرف تات الفعل يبقى رقم سي، خاصة احنا عندنا بيفور اللي بيجي بعدها ماضي بسيط والتاني يبقى ماضي تام. نمبر 24 taken two aspirins I felt a lot better، يعني انا عايز اقول بعد ما اخذت اسبرينتين شعرت او قرصين من الاسبرين شعرت بالتحسن. طب حبيبي مين الرابط اللي ما بيجيش بعديه فعل وبعديه تصرف التالت؟ طبعا كلمة having اللي رقم دي اهو having. 25 by the time he was 14 لما كان عنده 14 سنة her father is based all his money، يعني أنفق كل ماله. أنفق يعني معنى كده إن الإنفاق كان أقدم حدوثا عندما وصل 14 سنة. يبقى إذا هناخد هذا بنت اللي هو الماضي التام، لأنه بيبقى ماضي تام أقدم حدوثا من الماضي الإيه البسيط، والماضي التام ده يعني هذا الصرف التالي للفعل. 26 he missed the bus يعني فات الأتوبيس because he is based up late. طب ماضي بسيط بيكوز ماضي تام بشرط ان يكون الماضي التام اقدم حدوثا من الماضي البسيط. يبقى اذا هناخد هاد بوت اللي رقم سي. 27 as soon as he arrived home بمجرد ما وصل البيت he is based be he watched اللي رقم بي، لان as soon as بيجي بعديها ماضي تام وبعدين ماضي بسيط والوصول الى البيت اقدم حدوثا من مشاهده التلفزيون. 28 when I space home that evening my parents had gone out for a walk، يعني عندما وصلت إلى البيت في ذلك المساء والدي قد ذهبوا إلى التمشية. يبقى إذن يا جماعة الوصول بتاع أو والدي لما خرجوا أقدم حدوثا من وصول البيت، يبقى ناخد A came اللي رقم A. 29 hardly had the singer finished his song when all the fans، يعني عندما كل المهرجين أو المشجعين طبعا بتشير اللي رقم A، لان يا جماعه هاردلي لما بتيجي في اول الكلام بيجي بعدها هاد والفعل التصرف الثالث وبعدين بنربط بوين ثم فعل ثم ماضي بسيط والماضي البسيط اللي هو التصرف الثاني للفعل. 30 having space her homework رودينا went for a walk with her father،
هافنج يا جماعه اللي ما يجيش بعدها فاعل، تمام، ويجي بعدها تصريف، ها، الثالث للفعل، يبقى ضن. يعني عايز نقول بعد مردين عملت الواجب ذهبت للتمشيه مع والدها. 31 I had finished the report، يعني خلصت التقرير. افطر ذات، اتفقنا مع بعضنا ان افطر ذات بيجي بعدها ماضي بسيط، صح؟ I gave it to the manager، يعني اعطيته للايه، للمدير. 32 he is best to prison because he had committed several crimes، لانه ارتكب العديد من الجرائم. ذهب الى السجن لانه ارتكب العديد من الجرائم. احنا قلنا ماضي بسيط because ماضي تام، اذا he went لرقم دي. 33 he is best to prison because he had committed several crimes، يعني ارسل الى السجن، ارسل الى السجن لانه قد ارتكب العديد من الجرائم. يبقى يا جماعه ارسل يعني ماضي بسيط، يبقى اذا هتبقى was sent لرقم ايه. 34 when she went out to play، عندما خرجت للعب، she is best already done her homework، يبقى بالفعل قد عملت الواجب، يبقى هذه لرقم ايه، رقم سي. 35 he is best to sit down until he had apologized، يعني لم يسمح له بالجلوس حتى اعتذر. يعني هنقول ماضي بسيط منفي till until ماضي تام مثبت، وبالتالي هناخد رقم سي اللي wasn't allowed. 36 احمد was crying because his base over، احمد كان يبكي لانه سقط. يبقى زي ما نقول لك كده ماضي سواء كان بسيط او مستمر، تمام، وبعدين يا جماعه because، وبعدين ماضي تام ليه؟ لان دي بيبقى ماضي، يبقى فعل اقدم حدوثا من الفعل الاخر، يعني السرقان او العطان ده اقدم منه السقوط، فهيبقى ماضي تام، يعني هات سرقات الفعل ناخد 50. 37 I went shopping that was an hour before I started to prepare dinner، يعني بقول انا ذهبت للتسوق وهذا كان ساعه قبل ان ابدا في اعداد العشاء. يبقى يا جماعه اللي يعبر على المعنى ده ايه؟ رقم دي، an hour ساعه، after I had done the shopping يعني بعد ما قمت بالتسوق، I started يعني بدات to prepare dinner اعد للعشاء. 38 I called him، انا اتصلت بي، so he left the office، ولذلك هو ترك المكتب. this means ايه؟ ده معناه ايه؟ معناه يا جماعه رقم دي اللي هو he didn't leave until I had called him، يعني لم يغادر حتى اتصلت بي. 39 having done her homework يعني بعد ما عملت الواجب، she went out to play يعني خرجت لكي تلعب، ده معناه ايه؟ معناه رقم بي، she didn't go out، لم تخرج، to play until she had done her homework، حتى عملت الواجب اللي عليها. 40 while drinking juice يعني بينما كانت تشرب العصير، Sama was chatting يعني كانت تتحدث with her friends online. this means that يعني ده الكلام ده كان معناه ايه؟ معناه ان Sama كانت تشرب العصير، صح؟ اللي رقم ايه؟ Sama was drinking juice. 41 feeling tired يعني شاعرا بالتعب، احمد preferred not to go to school، احمد preferred not to go to school يعني احمد فضل الا يذهب الى المدرسه. يبقى يا جماعه اقرب معنى لده ايه؟ رقم سي، احمد felt unwell يعني احمد شعر انه مش سليم، و so he preferred to stay at home، ولذلك فضل ان يبقى فين؟ في البيت. 129 صفحة 129 في كتاب جيم يونت 9. تعالى كده مع بعضنا كمان. نمبر 1 I space a nice present يعني هدايا جميلة on my last birthday يعني في عيد ميلادي الماضي. أعطيت ولا أعطيت؟ لا طبيعي أعطيت، أنا مش هعمل هدايا في عيد ميلادي، يبقى ماضي بسيط في المجهول، صح؟ الماضي بسيط في المجهول يبقى إيه؟ was أو were في صفحة الفعل اللي رقم C اللي was given. نمبر 2 students طلاب is best to help clean the garden around the school yesterday يعني الطلاب أرسلوا لكي يساعدوا في تنظيف الحديقة حول المدرسة بالأمس. يبقى وير سنت اللي آخر واحدة، لأن الماضي البسيط المجهول إنه was أو were صفة الإيه؟ للفعل. نمبر 3 we is best to the club to enjoy our time after our exam يعني أخذنا إلى النادي لكي نستمتع بوقتنا بعد الامتحان. أخذنا يعني were taken إلى 50. نمبر 4 my house was broken into يعني اقتحم yesterday but nothing يعني لا شيء، طبعا لا شيء سرق، سرق يبقى was stolen اللي رقم C. نمبر 5 my car didn't work well يعني عربيتي ما اشتغلتش كويس as it is based a long time ago لانها لم تفحص منذ فترة طويلة. طبعا يا جماعة كلمة ago دل على الماضي البسيط
وبالتالي هناخد رقم سي اللي هو وزنت تشيج. وان كنت انا شايف ان الاجابه الصح كانت المفروض تبقى هادي بين تشيج، لكن مش موجوده في الاجابات اصلا. نمبر 6 ذيس رود، يعني هذا الطريق is based very often in the past but now many people use it، يعني هذا الطريق لم يستخدم كثيرا في الماضي، لم يستخدم كثيرا، يبقى wasn't used اللي هي رقم A. تمام، لان بعدين يا جماعه but now في هنا مضارع، فطبعا كلمه but now دي اصلا بتفيد الايه، بتفيد التناقض، بمعنى ان اللي قبلها بيبقى عكس الايه اللي بعديها. بمعنى ايه؟ لو قبلها ماضي يبقى بعدها مضارع، لو قبلها منفي يبقى اللي بعدها مثبت. نمبر 7 ذا لايت هاوس اوف الكسندريا، يعني مناره الاسكندريه. باي ايرثكويك ان ذا 14th century، يعني اتلفت عن طريق البراغ الزلازل في القرن الرابع عشر، يبقى اتلفت ووز دامجد اللي رقم A. نمبر 8 اور جريت فوتبول تيم، يعني الفريق القومي بتاعنا. تمام، از بيس ان 1909، يعني عايزين نقول كونه صح، يعني هنقول ايه ووز فورمد اللي رقم B. نمبر 9 وات ووز سيد، يعني ما قيل لم يكن متوقعا صح. طب مين اللي توقعه؟ ما قالش، يعني معنى كده انها مبنيه للمجهول. وبرضو خلي بالك ما توقعه ده هو كان اقدم حدوثا من ما قيل صح، يبقى الاقدم حدوثا ده هيبقى ماضي تام، وانا هنا هستخدم ماضي تام بس الماضي تام في المجهول، يعني هاد بينه تريك تاك الفعل، وبالتالي ناخد رقم سي. 10 it was known that جوستيف ايفل، كان من المعروف ان جوستيف ايفل ذا ايفل تاور اللي هو برج ايفل ان 1889، يعني صمم برج ايفل في عام 1889، يبقى ديزايند اللي رقم دي اخر واحد. 11 اي سبيس تو ستي اب ليت تو فينيش اول ماي ورك as a punishment، يعني يا اولاد عايز نقول ايه، اجبرت على ان اسهر متاخرا لكي انهي كل عملي كنوع من العقاب، فاجبرت. هتبقى ايه يا شباب؟ اذا يعني مبني على المجهول، يبقى ووز ميد اللي هي رقم بي. وما ننساش كلنا ان الفعل ميد ده هو في المجهول بيجي بعد، يعني تبقى ووز او وير او ام او از او ار ميد، وبعدين بيجي بعدها تبقى الايه المصدر. يعني انا عايز نقول ان الفعل ميك عندما نقول المجهول، يعني عندما يسبق شيء من فيرب تو بي وتصريف الثالث من ميك، بيجي بعديه التصريف الثالث، بيجي بعديه تزاد المصدر. نمبر 11 منى از فيري هابي، منى سعيده. ويز هير نيو بيبي هو از بيس لاست ويك، الذي ولد الاسبوع الماضي. ولد يعني ماضي بسيط في المجهول، يعني ووز اوير وتصريف الثالث الفاعل، وبالتالي هناخد رقم بي اللي هو ووز بور. 13 13 يوز بيس تو ذا بارتي ويز يور فريندز واي ديدنت يو جو، يعني معنى الجمله عايزين نقول ايه، دعيت الى الحفله مع اصدقائك، لماذا لم تذهب، ليه ما رحتش؟ يبقى هنقول هنا ايه، وير انفايتد، يو وير انفايتد اللي رقم بي. تمام، لان المجهول ووز اوير صرف ثالث الايه للفعل. 14 ماي هازباند يعني زوجي از بيس تو جو تو ذا ريموت اريا تو ورك ذير، يعني انا عايز اقول بالعربي ان زوجي اجبر على ان يذهب الى منطقه منعزله او بعيده لكي يعمل هناك. طبعا هنا يا جماعه هناخد ووز فورسد، ليه؟ لان مبنيه للمجهول، مبنيه للمجهول، المجهول في الماضي البسيط بيبقى ووز او ورد صرف الثالث للفعل. 15 اي سبيس ذات هي وود هاف تريننج فور يوزنج ذا نيو ماشين، طيب انا اخبرت انه عليه ان يتدرب على استخدام الاله الجديده، اخبرته يعني معنى كده مبنيه للمجهول في زمن الماضي البسيط، يعني ووز او ورد صرف الثالث للفعل، يبقى ناخد رقم سي اللي هو ووز تول. 16 سالي سبيس هيم تو ذا ويدنج بارتي بات هي كودنت جو از هي ووز بيزي، لانه كان مشغولا، يعني سالي دعته الى حفل الزفاف ولكنه لم يستطع الذهاب لانه كان مشغولا، يبقى سالي انفايتد اللي هي رقم سي، ماضي بسيط بيتكون من التصريف الثاني للفعل باضافه اي دي للافعال المنتظمه. 17 اي ووز سو انجري لقد كنت غاضبا as I space in the list of the employees traveling to Dubai لأنه لم يدرج، بص، اسمي في قائمة المسافرين إلى دبي. طب يا جماعة هنا ماضي بسيط as أو because أو since بمعنى لأن، ويجي بعدها ماضي تام،
بس الماضي التام ده مجهول. يعني ايه مجهول؟ يعني هاد بين صرف تلك الفعل، وبالتالي ناخد ايه؟ hadn't been or him run. 18 the company is based by a group of friends in 2007. انا عايز نقول ان الشركه اسست عن طريق مجموعه من الاصدقاء في عام 2007. طبعا زي ما انتم عارفين يا جماعه ان 2007 دهوت هيدل على الماضي البسيط، بس الماضي البسيط هنا ايه؟ مجهول، يعني was او were التصريف الثالث للفعل، وبالتالي هناخد was founded اللي رقم ب. نمبر 19 has the email by anyone، يعني هل الايميل ارسل عن طريق اي شخص؟ بص حبيبي كده، المضارع التام في المعلوم بيتكون من have او has التصريف الثالث للفعل. طب في المجهول من have او has been التصريف الثالث للفعل. طب هو الايميل هيرسل ولا يرسل؟ لا يرسل، يبقى اذا هناخد بين سنت لرقم سي. 20 a large amount of valuable jewelry، يعني كميه كبيره من المجوهرات القيمه from a near by shop recently، يعني يا جماعه كميه من المجوهرات القيمه سرقت ولا سرقت؟ لا سرقت. طيب جميل خالص، يعني احنا اتفقنا كده على انها تبقى مجهول، يعني في شرطين في المجهول اللي هو وجود حاجه من فيرب تو بي وتصرف بتاعت الفعل. طب كلمه ريسنت اللي دي دل على زمن ايه؟ ده ريسنت اللي دي دل على المضارع التام. طب المضارع التام في المجهول يعني ايه؟ يعني هاف او هاز بين وتصرف بتاعت الفعل، وبالتالي ناخد رقم ب. 21 some trees is based down in the park today، يعني بعض الاشجار، هي الاشجار يا جماعه تقطع ولا تقطع؟ لا تقطع. in the park today، today دل على ايه؟ على المضارع المستمر. طب المضارع المستمر ده في المجهول، يعني اما واذا ار بينج وتصرف بتاعت الفعل، وبالتالي الاجابه تبقى رقم ب اللي هي ار بينج كات. 22 ماي هاوس از بيس يسترداي مورنينج، احنا قلنا يسترداي ولا يسترداي وحته في الماضي؟ ده يسترداي ومده زمنيه معاه. احنا لما نقول يسترداي مورنينج او يسترداي ايفنينج او يسترداي نايت، المهم يعني ذكرت مده مع يسترداي، يبقى معناها ان هي دل على الماضي المستمر. طب الماضي المستمر ده في المعلوم يعني was او were الفعل مضاف له اي ان جي. طب في المجهول was او were being وتصرف بتاعت الفعل. طب هو المنزل يا جماعه هيزخرف ولا يزخرف؟ لا يزخرف، وبالتالي هناخد رقم A اللي هو was being decorated. 23 the school windows، الشبابيك بتاعه المدرسه نظف ولا نظفت؟ لا طبعا نظفت. طيب يا جماعه كلمة جاست أصلا اللي هي موجودة في الاختيارات كلها دل على زمن إيه؟ دل على زمن المضارع التام. طب المضارع التام ده في المعلوم هاف أو هاز التصرف التالي، وفي المجهول هاف أو هاز، وبعدين هنحط مثلا كلمة جاست أو أوريدي أو أي كلمة دالة، وبعدين بين وتصرف تالت الفعل. يبقى إذا الإجابة رقم سي، هاف جاست بين كلين. 24 on my way home last night، يعني في طريقي إلى البيت الليلة الماضية. I spaced by some thieves. طيب هجمت عن طريق بعض اللصوص. Who robbed me of everything، يعني اخترقوا مني كل حاجة. طيب كلمة last night دل على الماضي البسيط. الماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل بإضافة ED للأفعال المنتظمة، بس في المجهول من مفعول was أو were التصريف بتاعت الفعل. إذا يا جماعة الإجابة تبقى إيه؟ was التابد لرقم B. 25 my teacher gave us a lot of questions، يعني كثيرة من الأسئلة. But many of them، يعني كثيرة منهم as they were difficult، كثير منهم الأسئلة دي هتجيب ولا تجاب؟ لا تجاب، يعني معنى كده ماضي بسيط بس في المجهول، صح؟ الماضي البسيط في المجهول يعني was أو were تصرف التالت الفعل، وبالتالي الإجابة تبقى رقم A اللي هو weren't answered. 26 I play chess with my friends every day، يعني أنا بألعب شطرنج مع أصدقائي كل يوم. I haven't been beaten at chess yet، يعني لم أهزم في الشطرنج. ده معناه إيه يا جماعة؟ معناه رقم B nobody has beaten me at chess so far، يعني لا أحد هزمني في الشطرنج حتى الآن. 27 دنيا was punishing عمر، يعني دنيا كانت تعاقب عمر. When I called her عندما استدعيتها. This means ده معناه ايه؟ معناه رقم C عمر was being punished by دنيا when I called her، يعني عمر كان يعاقب عن طريق دنيا عندما اتصلت بها او استدعيتها. 28 where is base taken؟ انا عايز نقول ايه يا جماعه؟ عايز نقول اين المجرمون اخذوا، صح؟ يعني معنى كده انا مبنيه للايه؟
للمجهول، صح ولا ايه؟ جالتو بريزون، يبقى هنقول رقم بي لوير وير ذا كريمنال تيكن، يعني اين اخذ الايه المجرمون. واحد يقول لي يا استاذ رقم سي ما تنفع، نقول لك لا ما تنفعش. هتقول لي ليه؟ هنقول لك لان كان المفروض هاب تبقى قبل ذا كريمنال، يعني انت ما تقوليش ديت مجهول برضه، هي فعلا مجهول بس ما تنفعش صيغه سؤال، لان في صيغه السؤال بنجيب اداه الاستفهام وبعدين الفعل المساعد او الناقص وبعدين الفاعل او المفعول اللي قبله وبعدين صفه الفعل لما تبقى حاله المجهول. يعني هو ريوردد يو يسترداي، يعني من كافاك بالامس. وات داز ذيس كويستشن مين، ده معناه ايه؟ مين فيكم فاكر كلمه هو لما بنيجي نبنيها للمجهول بنحولها الى ايه؟ ها فيري جود، حولها الى باي هوم اللي هي رقم سي، اللي هي باي هوم وير يو ريوردد يسترداي، يعني عن طريق من تمت مكافاتك بالايه بالامس. مزيد يا حبيبي من التمرينات عشان خاطر القاعده ترسخ في دماغك اكتر واكتر. براكتس ميكس بيتر، يعني الممارسه بتخلي الانسان فينا افضل وافضل. بيج 155 صفحه 155 نمبر 1 ذا فوتبول سيزون، يعني موسم كره القدم. امانس اجو، يعني عايزين نقول بدا منذ شهر. طبعا كلمه اجو دل على الماضي البسيط، يبدا بيجي بدا يبقى بيجان اللي رقم ايه. نمبر 2 as soon as she is based the book she is wanted to see the film، يعني بمجرد من ان هي انهت الكتاب ارادت ان ترى الفيلم. يبقى هنا ماضي تام اللي هو انهى، اقدم حدوثا من ارادت، يبقى رقم بي لي هاف فينيشد. نمبر 3 it is based difficult to use social networking sites many years ago، يعني كان من الصعب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من السنين الماضيه. كلمه اجو دل على ايه؟ على ماضي بسيط، يعني نقد ووز اللي رقم سي. نمبر 4 when I lived in London، يعني عندما عشت في لندن. يبقى انا هنسرد احداث I space through the park every day، واكد لي ان الكلام ده هو بكلمه every day، يعني كنت بامشي خلال الحديقه كل يوم. طبعا طالما بنسرد احداث بنحكي اللي كان بيحصل ده هو، لو جبت 100 فعل معلش انا هيبقى ماضي بسيط، يبقى انا هناخد رقم سي اللي هو أوب. نمبر 5 after we had told the police، يعني بعد ما اخبرنا البوليس. we space our journey، يعني بدانا الرحله، يعني اخبرنا البوليس اقدم حدوثا من بدانا، يبقى بدانا دي هتبقى ماضي بسيط لان الحدث الثاني حدوثا، يبقى started لرقم بي. نمبر 6 say space many hours before we arrived، يعني غادروا العديد من الساعات قبل ما وصلنا، يعني ماضي تام اقدم حدوثا من الماضي البسيط، يبقى had left لرقم اي. by the age of 10، طبعا احنا متفقين مع بعضنا ان by زائد مده في الماضي، تمام. run a space how to use the internet، يبقى هنقول يا جماعه had learned، يعني اتعلمت اللي رقم تي رقم ايه رقم بي. نمبر 8 the train space when I arrived at the station I didn't catch it، بالله عليك ركز معايا كده، بنقول القطار قد غادر عندما وصلت للمحطه لم استطيع اللحاق به، يعني معنى كده ان مغادره القطار اقدم حدوثا من وصولي، يبقى ماضي تام اقدم حدوثا من الماضي البسيط، يبقى رقم سي اللي هاد لك. نمبر 9 as soon as I met this man، بمجرد ما قابلت هذا الرجل. I knew، يا ريت حضراتكم تحطوا لي خط تحت met وتحطوا لي خط تحت knew. I spaced him somewhere before، يعني ادركت او عرفت او ان انا قد رأيته في مكان ما من قبل. القاعدة بتقول يا جماعة إذا كان بالجملة ثلاثة أفعال، اثنين ماضي بسيط والثالث ماضي تام. تاني إذا كان بالجملة ثلاثة أفعال مت ماضي بسيط نيو ماضي بسيط العقد دواء هات سين حيبقى ماضي تام. وفي قاعدة كمان بتقول يا أولاد إن بعد الفعل realize أو recognize أو الفعل نيو بنختار ماضي تام. تين اسبيس ميتينج ماي براذر I asked him to come with me to the dentist. مين الرابط اللي ما بيجيش بعديه فاعل ويجي بعديه الفعل ING والفعل الثاني بيبقى ماضي بسيط. خلي بالك طبعا دي كلمة on، يعني عند مقابلة أخي طلبت منه أن يأتي معي عند طبيب أو عيادة طبيب الأسنان. 11 when she saw the fire coming out of the factory، عندما رأت النار قادمة من المصنع. ده بنحكي إيه ده؟ بنحكي صح؟ بنحكي عمال نسرد اللي حصل. سكرين دي برقم سي لان نسرد احداث. اوعى تنخدع وتاخد وص كريم، لانك لو خدت وص كريم يعني هيبقى عندك ماضي بسيط اللي هو سو
بوست تريننج ماضي مستمر، ومعروف ان انا لما بناخد ماضي بسيط مع الماضي المستمر ان الماضي البسيط بيقطع الماضي المستمر. بالله عليك، هي رؤية الحريق خلتها تقطع الصريخ؟ طبعا مش منطقي. ووقت انخدع تاخد ماضي تام اللي هو هات سكرين، لانك لو ترجمتها لما تاخد ماضي بسيط مع الماضي التام معناها ان في فعل اقدم من الفعل. فانت هنا حضرتك هتقول ان هي صرخت او كانت يعني الصريخ بدأ قبل ما تشوف الايه الحريق، يبقى مش معنى مش راك. فهنا سرد احداث بنحكي اللي حصل، فناخد رقم 90 لو ماضي بسيط. نمبر 12 ماي ديلي شوبينج، يعني التسوق اليومي. تيل اي هاد فينيشد ذا هاوس ورك، يعني لم يفعل حتى انهيت شغل الايه المنزل. كلكم عارفين طبعا يا جماعه ان ماضي بسيط منفي تيل انتيل ماضي تام مثبت، بس الماضي البسيط اللي هنا هيبقى مثبت هيبقى يعني معلوم ولا مجهول؟ لا طبعا مجهول، لان التسوق مش هيفعل لكنه يفعل، يبقى ناخد رقم دي اللي هو وزنت ضان. نمبر 13 هافينج معناها ايه؟ بعد، وهي الرابط الوحيد اللي في الانجليزي اللي ما بيجيش بعديه فاعل، ما بيجيش بعديه فاعل وبيجي بعديه تصريف الثالث الفاعل. يبقى اذا يا جماعه نقول هافينج ضان اللي رقم سي. ذا شوبينج ماذر ستارتد تو بريبير، الام بدات تعد لانش الغداء. 14 شي واز ليت، يعني كانت متاخره. بيكوز شي از بيست تو سيت ذا الارم كلوك، لانها نسيت ان تضبط المنبه. يبقى ماضي بسيط بيكوز ماضي تام، ماضي بسيط بيكوز ماضي تام اللي رقم ايه اللي هات فورجوتن. 15 اي هاد سكارسلي سين ماي دوت. خلي بالك احنا عارفين يا جماعه كلمه هاردلي وسكارسلي وبيرلي دول دايما مقنتين مع مين؟ مع كلمه وين. هم هاردلي وسكيرسلي بيجوا بين هاد وتصريف ثالث الفاعل، واللي بيربط بين الجملتين بتبقى معاهم كلمه وين. وين اي اسكت هير عن انه طلبت منها تو تيل مي اباوت ذا اكزام، عن الامتحان. نمبر 16 ات واز اونلي وين، انه فقط عندما. وين اي هاد فاوند ماي بوك، عندما وجدت الكتاب بتاعي. ذات اي فيلت ريلاكسد، ان انا شعرت بالارتياح. طبعا يا جماعه ات واز اونلي وين بيجي بعدها ماضي تام ذات ماضي بسيط. 17 The children collected the fruit. الأطفال جمعوا الفاكهة. That is based from the tree. التي قد سقطت. يعني معنى كده إن السقطان أقدم حدوثا من الجمع، صح؟ يبقى السقطان ده هنخليه ماضي تام. يعني هنخليه هاد وتصرف تلك الفاعل اللي رقم إيه؟ had fallen. 18 The house was dirty. المنزل كان متسخا. ليه؟ إحنا ما نظفناهوش بقالنا أسابيع. يبقى هاد انت كليند اللي رقم بيه. 19 The house was quiet. المنزل كان هادئ. When I got home، عندما وصلت إلى البيت. Everyone is best to bed. كل واحد كان خلاص راح للفراش، يعني ناموا قبل ما نوصل. يعني فعل أقدم من فعل، يبقى الأول في حدوثا، الأقدم حدوثا هيبقى ماضي تام، هيبقى هاد وتصريف ثالث الفعل رقم إيه اللي had gone. When I hardly home when I took off my clothes and slept. يعني الولاد بيقول إيه؟ لم أكد أصل إلى البيت حتى خلعت ملابسي ونمت. تمام، معروف يا جماعه ان هاردلي وسكارسلي وكلمه بيرلي كلمه موصوله لما بيجوا في اول الكلام يا نجيب بعدهم هاد الفاعل والتصريف الثالث، يا اما نجيب ضد الفاعل زاد المصدر. تاني، كلمه هاردلي او سكارسلي او بيرلي او موصوله لما بيجوا في اول الكلام يجي بعدهم هاد الفاعل والتصريف الثالث الفاعل، يجب ان نيجي بعدهم ضد الفاعل زاد المصدر. اذا هنعرف رقم دي اللي ديد اي ار اي. 21 ماجدا ريفيوزد تو ريتيرن ذا ستولن موبايل، يعني ماجدا رفضت ان ترجع الموبايل المسروق. اي هاد ثريتند هديت تو كول ذا بوليس، يعني ان انا اتصل بالبوليس. يبقى يا جماعه معروف يا جماعه ان اللي بيجي قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي تام وهي دايما بتيجي في النص، برافو كلمه انتل اللي رقم ايه. سبيس واشنج ماي كار اي توك ماي فاميلي اوت فور ا درايف. مين الرابط يا اخواتنا؟ اللي لما بيجيش بعديه فاعل بيجي بعديه فعل فاي ان جي، تمام، وبيبقى الفعل ده اقدم حدوثا، تمام، والفعل الثاني يبقى ماضي بسيط. خلي بالك كلمه توك هنا ماضي بسيط. طبعا افطر يا اولاد هنقول بعد ما وصلت عربيتي اخذت اسرتي في سياقه، أو يعني في رحله كده او تنزه. 23 زي didn't come to the cinema with us، لم ياتوا الى السينما معنا. because they space already seen the film، لانهم بالفعل قد راوا الايه يا جماعه الفيلم. يبقى احنا بنقول ماضي بسيط بيكوز ماضي تام، ماضي بسيط بيكوز ماضي تام، يبقى رقم سي اللي هاد اوريدي سي. 24 finished my work I began to watch TV، يعني خلصت العمل بتاعي بدات اشاهد التلفزيون.
مين يا جماعة الرابط الذي لا يليه فاعل، لا يليه فاعل ويجي بعديه صفة الفعل وبيبقى أقدم حدوثا ومعناه بعد، يبقى هافنج يا جماعة اللي قدام رقم دي. دويني فايف وين هي وينت تو ذا بارتي، يعني عندما ذهب إلى الحفلة. هيز فريندز بي سو هي ديدنت سي هيم، بالله عليك ركز معايا، هو لم يقابله، يبقى إذا صديقه غادر قبل وصوله، يبقى غادر دي هتبقى ماضي تام اللي رقم بي هاد ليف. 26 هي ادميتد ذات، يعني هو اعترف انه هيز براذرز واتش، انه كسر ساعه اخوه، يعني ماضي بسيط اقدم من الماضي التام لان الكسر اقدم من الاعتراف، يبقى ناخد رقم دي اللي هاد بروكن. 27 having his base in a friendly way I felt so relaxed in the exam، يعني عوملت شوف بقى بطريقه ودوده شعرت بالاسترخاء او بالاسترخاء اثناء الامتحان. خلي بالك من كلمه هافنج، الله يكرمك، في المعلوم ما بيجيش بعدها فاعل وبيجي بعدها تصريف ذات الفاعل. طب وفي المجهول ما بيجيش بعدها اللي هو المفعول به او المفعول لاجله او نائب الفاعل ويجي بعدها تصريف بين وتصريف التالي. تاني هافنج في المجهول يجي بعديها بين والتصريف التالي. هافنج في المجهول بيجي بعديها بين وتصريف التالي الفعل، وبالتالي هناخد رقم سي بين 3. 28 which one of the following sentences is correct، يعني مين في دولة اللي صحيحه؟ اللي صحيحه يا جماعه رقم دي hardly had I arrived home when my phone rang، لان hardly لما بتيجي في اول الكلام بيجي بعدها had والفعل وتصريف التالي الفعل. 29 one of the following sentences، يعني واحده من الجمل الاتيه is wrong، which one is it، ايهما؟ طبعا يا جماعه الخطا في دول اللي قسم اس سي اللي رقم سي، لان قسم اس مستحيل ما يجيش بعدها فاعل، لازم يجي بعدها فاعل، هو متعامل معاها كده زي افتر او زي بيفور، فما تنفعش دي خطا. 30 when we reached Alexandria، عندما وصلنا الكسندريه I had already been tired of driving، كنت تعبان من القياده. This means that the speaker، دي معناها رقم دي got tired before reaching Alexandria، يعني شعر بالتعب قبل الوصول الى الاسكندريه. ربنا يا رب يوفقكم ويخف بيكم، لازم نسمع الاول الفيديوهات بتاعت الشرح، وعلى امل اللقاء بكم ان شاء الله في ايه في الوحده ان شاء الله العشرة باذن الله.